ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. معانا الشيش كباب النهاردة، وهنشوف نعمله مع بعض ازاي بتتبيلة مختلفة تقدر ان اللحمة تستوي من بره ومن جوه. مشاكلنا مع الشيش كباب يا شيف مغازي، اللحم بيبقى ناشف معانا لو احنا شويناه على الفحم، اللحم بيبقى طري من جوه مش مستوي. تعالوا نشوفه مع بعض المقادير. حتة لحمة هبرة حلوة نسبة الدهون فيها يعني ممكن تكون 5% 10% مفيش مشكلة. تقدر تضيف له خضار، فلفلة ملونة، طماطم، في مشروم لو انت حابة تحط مشروم. معانا التوم، معانا معلقة طحينة، معانا زبادي، معانا البهارات بتاعتنا ملح وفلفل وشوية بهارات لطاف كده زي الفل. تعالوا نشوف نعمله مع بعض ازاي. حلو قوي. أول حاجة هقطع الخضار. قبل ما أقطع اللحمة معانا فلفل أحمر وأخضر وأصفر، ومعانا بصل. حلو قوي. شوية خضار حلوين كده عشان الشيش أو السيخ اللي إحنا هنشوي فيه يبقى شكله لطيف وحلو. بصل اتقطع كده مكعبات بالشكل ده كده. حلو. ومعانا كمان فلفل اصفر اتقطع برده بالشكل ده كده. يتشال منه البذر طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم. شفت التقطيعه دي مطلوبه اهي. حطه كده. شكل السيخ لما نشوي في السيخ الخشبيه لازم كمان يلفت النظر على السفره بتاعتها، ده مهم جدا على فكره. الأسياخ الخشبية معانا، تعلمنا من الشيف المغازي وضع الأسياخ الخشبية في الماء لتتصدى درجة الحرارة. شفت ازاي؟ دي أسياخ. أنا بفضل للأمانة الأسياخ الخشبية في شوي شيش كباب، شيش طاووق، كفتة، تبقى لطيفة لو أنت بتعمليه في البيت. إنما لو رايحين رحلة بقى ترفيهية ورحلة بر لطيفة يفضل طبعا الأسياخ اللي هي مصنوعة من الاستانلس، بلاش من المعادن الأخرى، خليكي مع الاستانلس. ولكن من وقت للتاني لازم تتغسل كويس وتتلمع بزيت بعد ما تسخن كويس عشان نشيل مادة الصدى اللي موجود فيها. ولكن احنا معانا أسياخ خشبية هنشوي عليها. الحاجات الصغيرة اللي بقولها دي والتفاصيل الصغيرة دي مطلوبة، خلي بالك ما تطلعيش الأسياخ من الدرج وعلى طول مستعجلة وتيجي ايه عاملة شكل اللحمة والفلفل. لازم يتغسل ويتلمع شويه بشويه زيت ويتحضر للحمه. خلي بالك ده مهم جدا سواء فراخ او لحمه. ادي الفلفل بتاعنا الجميل الحلو، اللهم صل على النبي، اهو هيتبل مع اللحمه. انا بحب دايما مع الخضار مع اللحمه او الشيش كباب او الشيش طاووق خضار مشوي، سواء فلفله ملونه، سواء نجيب بطاطس نشويها زي ما انت حابه. ايه عدل المشويات بقى حضراتكم عارفين؟ يا اما شويه سباكيتي زي اللي عملهم النهارده مع الوايت صوص كده والجبنه، يا اما اعمل طبق رز ابيض بالزعفران، يا اما رز بالخلطه، جودي شويه مفيش مشكله، ده اختياري. ادي الفلفل بالشكل اللطيف الحلو ده كده متقطع، حته اللحمه الحلوه معانا زي الفل متقطعه مكعبات. جزار حبيبنا، صباح الخير يا ابو محمد، صباح الخير يا ابو سعيد، صباح الخير يا ابو فاروق، والنبي عايزين حتة لحمة حلوة هنشويها النهاردة شيش كباب. زي الفل. هنتبلها مع بعض يلا دلوقتي كل اللحمة دي. ايه التتبيلة بتاعت المغازي؟ كالآتي. واحدة واحدة كده عشان التتبيلة دي مهمة جدا. ليه أنا تتبيلة كده في شوي اللحمة؟ هنشوفها مع بعض دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا لما بركز في حاجة معينة وأنا بشتغل لازم حضراتكم تتأكدوا إن في أسئلة كتير على السوشيال ميديا وأنا متعمد أركز فيها علشان أجاوب على أسئلة كتير من خلالها، ده مطلوب خلي بالك. أول حاجة هنا معايا زيت، معايا خل، هعمل تتبيلة كده ما تغيرش من طعم اللحم. زيت زيتون أو زيت عادي مفيش مشكلة، تفرق يا شيف؟ والله يعني مش في الطعم قوي يعني. لا ما ينفعش لا سمنه ولا زيت، مش عايز اختراع يا فاروق الله يرضى عليك. خليك في انت مبدع اخراجيا. الزبده والزيت، الزبده والسمنه لو حطيتهم مع شوي اللحمه ما ينفعش خالص. لو حطيت زبده اللحمه هتتحرق. حطيت سمنه ما تنفعش خالص. يفضل زيت، اي نوع من الزيت بقى، زيت زيتون، اي نوع من انواع الزيوت الاخرى. التتبيله بتاعتنا كالاتي: زيت وخل، شويه بابريكا، معلقة من الكركم صغيرة، حلو الكلام، ملح وفلفل وشوية زعتر، دول معانا
حلو الكلام؟ لا مش هتاخد زبادي. الشيش كباب انا مش هديله زبادي. الزبادي اتحط على الشاورما. ده زعتر. حلو الكلام؟ هنقلب الخليط ده كله مع بعضه مع عصرة ليمون. الله عليك يا ام غازي. عصرة ليمون. ومعانا طماطماية مبشورة. حلو قوي. نقلب الخليط ده كله مع بعض. والتركية بقى الجديد هنا بقى الجديد اهوت هي دي. هي دي. بص شوف هي كده. دي معلقة طحينة. ليه معلقة الطحينة؟ محدش سألني. وأنا مش هقول معلقة الطحينة ليه حطيتها غير لما حد يسألني دلوقتي من خلال اتصال هاتفي. بس أنا واضح وصريح. لا 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 لا. أنا مش هجاوب على السؤال ده غير باتصال هاتفي، ليه حطيت معلقة طحينة في تتبيلة الشيش كباب؟ معلقة الطحينة دي تتحط مثلا في سلطة بابا غنوج، بتعمل متبل، بتعمل سلطة الطحينة، ليه معلقة الطحينة الصغيرة دي؟ شفت الخلطة بقى لها قوام ازاي؟ اهو. بص القوام ده كده اهو. بص على الحلاوة، بص على الطعم، تاني زيت زيتون. معلقة خل، خل تفاح، خل أبيض، زي ما تحبي. ناسي حاجة مهمة جدا، يا سبحان الله، رزقك يا شيف. التوم الطازة. يا وده الأساس. توم طازة. كنت ناسيك يا توم. حلو الكلام؟ كل دول مع بعض. وحطيت شويه بابريكا، ملح، فلفل، عصير ليمون، معلقه طماطم مبشوره. واخد الخليط ده كده يا عم الشيف على اللحمه. اللهم صل على النبي. والخضار اللي انا مقطعه. يفضل ان احنا نتبلها من بالليل او من ساعتين مسبقا قبل الشوي. يفضل تاني تتبيلتها من بالليل او ساعتين مسبقا قبل الشوي. يفضل. طبعا احنا معانا التايم بتاعنا كله 45 دقيقه مشفيين، فيعني احنا مفروض علينا نشتغل على طول. فعلا معلقه الطحينه بتشد التوابل وتثبت التوابل اهي، شفت ازاي؟ وبتدي قوام للتتبيله. تقوم التتبيله تتركز في الانسجه بتاعه اللحم. شفت الحلاوه اهي. وحاجه جديده وطعم جديد. ما تحطوش طحينه كتيره بقى عشان ما تقلبش على سلطه الطحينه. خلي بالك. تقول لي انا حطيت معلقه طحينه صغيره وطحينه خام. واقلب اللحمه كده مع الخضار. في طريقتين دلوقتي للتشغيل، او طريقتين لتسويه اللحمه دي، او طريقتين لتنفيذ الطهي. احنا عملنا معطيات، فعندنا المطلوب. عارفين ناكل، عايزين ناكل حته لحمه. التنفيذ ازاي؟ التنفيذ كالاتي. يا اما توفر على نفسك التعب اللي انا هخش عليه دلوقتي واسيخ واحط على شوايه، تجيب اللحمه دي كلها زي ما هي كده، وتجيب ورقه زبده وورقه فويل وتعمليها ورقه لحمه، تبقى لطيفه وجميله. ودي سكه. السكه الثانيه تحطها زي ما هي في الكسروله كده وتدخلها الفرن، تبقى لطيفه وجميله. انا ماشي معاك واحده واحده اهو، عشان مش لازم تعمل زي ما هعمل دلوقتي. السكه الثالثه انك زي ما هي كده بتجيبي بطاطس تقطعيها مكعبات صغيره، والبطاطس تحمريها الاول وبعدين تحطيها. اوعي تحط البطاطس نيه في نيه هنا، غلط. تحمري البطاطس هنا في الزيت وبعدين تحطيها وتقلبيها وتدخليها الفرن. دي طريقه ثالثه. الطريقه الرابعه بقى، ودي جميله جدا هتعجبك، اللي انا هعمله دلوقتي الشيش كباب اللي انا هعمله دلوقتي واسيخه فين؟ في الاسياخ الخشبيه. واحنا مع بعض كده. عندك ولادك النهارده اجازه من المدرسه، مفيش مشكله لو دخلوا المطبخ وساعدوكي. شفتوا مهند بقى ايه بيحب مامته وعايز يعرف المكرونه النجرسكو بتتعمل ازاي. اسباجيتي يا مهند زي اللي معايا ده كده، وايت صوص زي اللي هعمله دلوقتي يا مهند. تاخد الجبنه الموزاريلا في خلطه الوايت صوص، تترص في البايركس او الصينيه. عندك صدر دجاجه حلو في الثلاجه، هتطلعه وتقطعه شرايح وتحطه معاه، تبقى نجرسكو بالدجاج. عندك شويه جمبري حلوين كده، بتسويهم في طاسه لوحديهم ويبقى نجرسكو بالجمبري زي ما انت عايز يا مهند. وهنعملها لمهند ان شاء الله الجميل الحلو. شفت السيخ اهو. واشتغل. اجيب ده كده واعمل لي شويه حلوين محترمين كده. انا هسلى بقى بخرجنا الجميل، وانت وايه ومزاجك. عايز تطلع فاصل؟ اهلا وسهلا. سيبني انا شغال كده، اهلا وسهلا. لان لازم التسيخه دي مهمه جدا على فكره. حاضر. زي الفل. طبعا اختيارك للالوان
وانت بتسيخي كده ده شيء لطيف. الاطفال الحلوين هنشجعهم ان هم ياكلوا الحاجات الحلوه دي كده. سيبونا سيخ بقى 50 30 سيخ 40 سيخ، والنبي وصى على سبع الجار والجار، وخلونا نهدي الحبايب شيش كباب النهارده على طريقه المغازي. بابا غنوك هيتعمل بمدرسه المغازي، شويه سباكيتي بالوايت صوص كمان بمدرسه المغازي. اوعوا تروحوا بعيد تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل مع اخر سيخ. ايه الحلاوه دي يا عم؟ وفي كل الخضار، اللهم صل على النبي. اوعي بقى البهريز بتاع الشوي او الخلطه دي تفرطي فيها، انا عايزها مع شويه الخضار دول، خلي بالك دول مهمين جدا. ادي السيخ الخشبيه فيها كل اللحم. الله، ليه الشكل الحلو ده يا شيف؟ ممكن برضو تعملي حاجه حلوه، تعمل سيخيه بالشكل ده كده وتخليه في الثلاجه عادي، يعني مفيش اي مشكله، يقعد في التتبيله. كل ما اللحمه دي مع التتبيله دي قعدت في التلاجه بالخلطه اللي انا تبلتها، وهقولها تاني لحضراتكم دلوقتي عشان اللي جاي متاخر، احنا ميعادنا كل يوم الساعه 1 على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه اللي بيشوفونا في انحاء العالم في الكره الارضيه، ميعادنا كل يوم 1. حلو الكلام، بس ما اعرفش توقيت الدول التانيه كام يعني، بس بتوقيت مصر الساعه 1. والوقت على السوشيال ميديا احنا موجودين معاكم 24 على 24. حلو. ايه يا عم المغازي؟ التتبيله عن يعني معلقه طحينه، خل، زيت زيتون، عصير ليمون، معلقه طماطم مبشوره، بهاراتنا ملح وفلفل وشويه زعتر والثوم الطازه. حلو الكلام. عندنا الزهره شديده الحراره، خلي بالك دي ما يكونش فيه اطفال في المطبخ عندك يا ست الكل، يعني ما يكونوش هما موجودين في اللحظه دي، يعني لان دي طبعا تبقى سخنه، وارد وانت بتحطي مثلا تطلع نار، يعني لما بتشوي على نار على عين البوتاجاز اللي بتولع اللي فيها غاز، وارد في نار تطلع، خلي بالك ده شو. طب تخلصي ازاي عشان ما يحصلش اي مشكله؟ بفوطه مبلوله ميه وانت واقفه مكانك كده ثابته زي الفل، اي نار تطلع من الطاسه تطلع من الجريلا وانت شغاله، كل اللي هتعمليه يا ست الكل هتجيبي فوطه مبلوله ميه وتحطيها في الطاسه، بعون الله هتطفي على طول. ناخد الاسياخ دي كده، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. شيش كباب، لا تاخدوهم كلهم بقى، ما تزعلنيش ما تزعلنيش. هلا كنا نعمل حركه لطيفه نخليها كده، حلو، واحنا مع بعض هنبدا نسقسقها بشويه صوص كده حلوين. من وقت للتاني، الله الله على الريحه الحلوه. انا مش عايز امشي من جنب البوتاجاز بصراحه، مش عايز. يا بختك يا ابو غازي، يا بختك الريحه الحلوه دي، يا بختك يا بختك. هو ده هو ده. اللهم صل على النبي. تمام كده، اللحم المشوي خلص، دول عايزهم ما اسيبهمش. حلو كده، خلصت من المشوي. ولكن لو سالتيني بما يرضي الله، دي لازم تقعد في الثلاجه مش اقل من ساعتين زمن عشان حته اللحمه تشرب التتبيله للامانه.
طبعا احنا مع بعض على الهواء وقتنا كله لا يسمح بذلك، فانا شغال مع حضراتكم بالمصداقيه الواضحه على الشاشه. حلو الكلام. عايز تشوف الشيش؟ طب تدور على الهوبر. انا طلعت بعد الفاصل مش لاقي الهوبر، فبتسال فين راحت. ياني بص على الحلاوه، بص على الشقاوه. افتح لك الفرن اهوت، بس صلى على الحبيب قلبك يطيب. هو ده، شوف الحلاوه دي كده اهو. الله، انا حطيته في الفرن عشان يكمل سواه كده وايه وعلى الهادي. حلو تمام، سيبه في الفرن كده على الشبكه ويكمل سواه في الطايم اللي باقي لنا. طلع الشيش دلوقتي من الفرن. نغرف الشيش ازاي يا شيف؟ احنا مع بعض اهو على الخشبه اللطيفه دي كده. اجيب العيش ده ارصه كده. الله عليك يا ام غازي، الله عليك لما تشتغل بمزاج حلو. انا بقى من هواة لما بيبقى فيه عيش ويتحط جنب اللحمه، بسيب اللحمه واكل العيش. اللهم صل على النبي. عينيا بس اوسع للشيش لانه سخنه، خلي بالك واحنا عايزينك. بسم الله الرحمن الرحيم. بص على الحلاوه بالله عليك، صل على الحبيب في قلبك. هو ده يا ويلي. شوف التركايه دي بالله عليك، بص على الحلاوه، بص على الشقاوه، بص 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 بص. هو ده. ايه ده يا شيف؟ ايه اللي بتعمله ده؟ ايه الشقاوه دي؟ ايه الشقاوه دي؟ انا هاكل العيش يا اخوانا واسيب لكم اللحمه. ألف أنا وشفا. سخين من اللحم المشوي، ألف أنا وشفا للي ياكل. وبسيط الموضوع، مش فيش تكلفة بقى، نفس السرفيز ونفس الجات. شوية الخضار الحلوين دول مطلوبين. اللهم صل على النبي. قال لك الصورة الحلوة تتحدث عن نفسها، والصورة تعني مليون كلمة على شاشة القناة الأولى. والله أنا مش عايز أحط فحم للأمانة، لأن برضو الفحم المدخن في جوه اللحم المشوى والشيش طاووق له مشاكل صحية مع القولون، مع استخدامه كتير. خلي بالكم يعني، ما تفكريش إن هي صحية قوي إنك تجيبي حتة فحماية وتحطها في قلب الرز أو في قلب الكفتة أو في قلب، لا هي مرة مثلا في المرة في المناسبات، لأن أضرارها الصحية على المدى الطويل مش كويسة، بتعمل مشاكل مع القولون. ولكن حابين تحطوها مفيش مشكله، هي فكرتها بسيطه جدا على فكره. الفحم بتحطيه كده في قلب المشوي وبتحط عليه نقطه زيت وتغطيها. اهو هعملها لكم برده عشان بتطلب مني وانا مش حارمكم من حاجه. بحطها كده. شفت الجو ده كده؟ شو يعني. المخرج بتاعنا بيحب الحاجات الحلوه دي كده. الله، بخرتيها بخريها. حلقتنا النهارده بساطة، سهولة، مرونة، فيها إبداع طهوي، فيها فن طهوي، فيها خبرة طهوية. مش أنا اللي بقول، حضراتكم اللي بتقولوا.